في وقت تصف الأمم المتحدة تفشي الكوليرا في اليمن بالأسرع انتشارا في التاريخ، تتواصل في حضرموت حملة تمولها الحكومة لجعل المحافظة خالية من الوباء بنهاية العام الجاري، حيث كثفت السلطات ومنذ أسابيع إجراءاتها الوقائية والعلاجية لمكافحة الوباء، وتحديدا في المناطق التي سجل حضوره فيها كمديريتي حجر وبروم ميفع. التدخلات التي تمت من قبلنا في مكتب الصحة وأيضا التي سوف تتم وفق الخطة التي نعمل عليها، أولا تعزيز المراكز العلاجية لتقديم خدمات لأي حالات مشتبهة كوليرا وخاصة في مديريتي حجر وبروم ميفع، وأيضا الترصد الوبائي وزيادة فحص الحالات والتركيز عليها بشكل كبير. طبعا من ضمن الخدمات المقدمة شراء كميات كبيرة من الأدوية توزيعها لهذه المراكز، وأيضا تدريب الكوادر الصحية على جانب التشخيصي والجانب العلاجي خاصة الأطباء العموم والأطباء المختصين في هذا الجوانب. خطة القضاء على الكوليرا في حضرموت التي سجلت منذ أواخر يوليو الماضي أكثر من 600 حالة اشتباه بالمرض بينها 35 حالة مؤكدة الإصابة لم تقتصر على تكثيف حملات التوعية الوقائية وتطبيب الحالات المصابة بالمرض ومنع انتشاره، بل ومعالجة أهم أسباب ظهوره، الماء الملوث. فقد عمدت مؤسسة المياه والصرف الصحي وهيئة مياه الريف إلى تأمين مصادر مياه الشرب النظيفة وإصلاح شبكات نقلها. كان دور مؤسسة مياه ساحل حضرموت بتواصل استمرار عملية ضخ المياه النقية، حيث أن أغلب مصادر مياه التي تقوم بتموينها هي مصادر مياه جوفية عميقة نقية، وكذلك استمرار عمليات الكلورة للشبكات والخزانات لمنع انتشار هذا الوباء، وإصلاح الخط الناقل في وادي مياه حجر والذي كان دائما ما يجرف بسبب السيول. صندوق النظافة والتحسين لعب هو الآخر دورا مهما في هذه الخطة عبر تنفيذ حملات نظافة ورفع للمخلفات ومنع تكدس أكوام القمامة. بحسب ما تظهره بيانات الترصد الوبائي بالمحافظة، فقد أسفرت هذه الجهود المشتركة حتى الآن عن عدم تسجيل أي حالة اشتباه جديدة بالمرض منذ نحو 3 أسابيع، الأمر الذي يبشر باختفاء الوباء وتلاشيه من عموم مناطق المحافظة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.